ألف سرزة وسرزة معي ألف وما ندير هكذا حدثنا هردشت ورد ردود وهي كما يقول إمبراطور الحزن الشرق أوسطي بقيادة العراقي الياس خضر ورد ردود 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 وسولف بيك تنلن تنلن وافرح من يوصل طريق 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 يعني بيفرح لما بتجي سيرته للحبيب. لذلك فإن الردود لابد وأنها أركز لي على لابد هنا وعلى لو أنها هناك فرح تشوف الحب موجود بل والتغزل أيضا وبناء عليه. ومن منطلقاتنا النظرية التي يعبر عنها الياس خضر بمواويل بتكسر قلب المتهني والمريش قبل عايف التنكة والفقير. صحيح أن الأستاذ الياس كما نقول كسوريين وياس كما يقول العراقيون قد يكون قد بالغ فتكررت معنا القد مرتان يعني مرتين وتبلكمت الجملة في فمي على دفعتين أو دفعتان لأنها معطوفة على فاعل مقدم موجود بالمقال السابق. فما لكم بالنحو وفنونه وما لكم بالإعراب وجنونه وخليكم بواقع الحال. واقع الحال كئيب يبدأ من التعاسة على المستوى الفردي وينتهي بالتعاسة على صعيد إثبات الذات. هذا واقع معظم الشباب وتأتي أنت يا حبيب وتشير لي إلى خطأ شائع لا يجوز أن يقع به الشعراء ولهذا حديث آخر. فحديث الكلام علم لا تنفع فيه الأقلام وحدها. علم الكلام يحتاج إلى كل الحواس التي تملكها كي تناقش فيه يحتاج إلى كل الثقافات التي اكتسبتها. وبما أنني غير فطح في اللغة العربية فلربما لا يكون مسموحا لي من أصله بالكلام. ومن هؤلاء الذين لا يسمحون؟ هؤلاء الذين يعترفون أن الشهادة الشهادة تبع لغتنا العربية صرنا نأخذها من موسكو ولايبزيغ وكييف وأمستردام وأننا صرنا نتمنى أن نأخذها من السوربون لأنها أفخم شيء. يا الله صار السوربون يوزع علينا شهادات بعد ما كانت تتوزع بالقاهرة وبلاد الشام. فالدراهم مراهم يا حبيب وما لا تستطيع أن تحصل عليه بجهدك تحصل عليه بالأموال. ولما الأموال سالت في جيوب الحبايب ما عاد في داعي للدراسة والتعتير وسهر الليالي بدون وليف لخمسين يوما مع معلم خصوصي آكل محاشي وجاي على الدرس. والمحشي ما بيأكله إلا بالتوم بس للأمانة ما بيتدشى وتعا خود بالمدرسة من الأستاذ التاني اللي عم بيعطينا الدرس على المغمط وكرج المي. إيه لا شو بدي بالدراسة بنشتري الشهادة شري وما نبغيها إلا من أوروبا ودينار دينارين ما يخالف وانقسمت الأمة إلى قسمين قسم حزين من حزن الياس خضر الشهير والذي يأتي بقلم مظفر النواب وحواسه العشرة مو حزن مو حزن لكن حزين وللحزن بقية على اعتبار في قسم تاني. هكذا حدثنا هردشت كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.